ريال مدريد لعب مباراته ضد جيرونا امبارح في الدوري الاسباني، وانا بصراحه ما اتفاجئتش من المستوى، لان هو ده ريال مدريد، هو ده المستوى اللي عودنا عليه ريال مدريد. مش معنى ان كريم بنزيما راح اتحاد جده ان الفريق هيقول الحاجات دي مدروسه بالسنتي ومعمول حسابها، وعارفين ان خروج كريم بنزيما هيكون مين البديل منه. في اقاويل كتير جدا في الصحف كانت تقول لك ان ممكن اللي يغطي بديل كريم بنزيما واحد مثلا بمواصفات وامكانيات ليفاندوفسكي، ولكن لما انا اجي اقارن ما بين ليفاندوفسكي وكريم بنزيما مفيش مقارنه، لان كريم بنزيما عنده الاستلام بالاقدام عالي جدا اكتر من ليفاندوفسكي، كذلك عنده انه يسقط في وسط الملعب وياخد الكره من تحت وينزل لمنطقه الضغط المنخفض ويطلع، دي حاجه ما بيقدرش يعملها ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي متميز في ضربات الراس، في التمركز الجيد خلف المدافعين في منطقه العمق ومنطقه المركز، وبيلعب راس حربه جيد جدا. لكن كريم بنزيما يقدر يلعب راس حربه ويقدر يلعب مهاجم ومهاجم وهمي. طبعا كريم بنزيما عنده المهارات اعلى بكتير من ليفاندوفسكي، واحيانا بيلعب على التاتش لاين شمال او يمين، وبيقدر ان هو يستفيد بالكره وبيخلق مساحه في العمق اللي بيكسب معاه المدافع والمساك، ويخلي فيه مساحه تكون واسعه جدا بقى قادم من الخلف مودريتش او توني كروز او حتى فينيسيوس جونيور لو حب ان هو ينزل في منطقه العمق. وده كل يا جماعه المباريات لما بتيجي تتفرجوا عليها مش زي اللقطات اللي بتنزل على اليوتيوب بالدقائق المعموله، المباراه فيها كتير، المباراه بتبين لك حاجات كتير جدا، انك انت بتحلل اداء لاعب، يعني بتقدر تشوف مهارته امكانياته، بتحاول تطبق عليه اسلوب ان هو ازاي بيستلم وهو ازاي بيتصرف في الكره، ازاي بيقف على كورته عشان يقدر يخلي زمايله من اللاعبين يتقدموا للامام، او ان هو يسحب منطقه الدفاع الى منطقه الوسط شويه، اللي كانت الفرقه ديت بتكتل الدفاع دايما عند استلام الكره ما بتيجي في اقدام لاعبي ريال مدريد. كل الفرق في الغالب بترتد للخلف، تظبط خطها الدفاعي مع خط الوسط عشان تعمل العمق الدفاعي الصح. ولكن كريم بنزيما بيقدر يحل كل المشاكل دي، ويقدر ان هو يكون بلاي ميكر، صانع العاب كمان، اللي شفناه السنوات الطويله اللي اداها مع كريستيانو رونالدو، واللي قدر ان هو يساهم في اكتر من كذا اسيست لكريستيانو رونالدو. ما كانش عنده مشكله خالص ان هو في البي بي سي ان ما يكونش هو راس الحرب، ممكن هو ينزل يبقى مهاجم وهمي تحت او يروح على التاتش لاين يلعب جناح وينزل كريستيانو رونالدو ويبدل معاه في منطقه العمق. شفنا دي اهداف كتير جدا، ما عندوش مشاكل خالص ان هو يكون الراجل الثاني، ولكن باللي انا شفته امبارح كريم بنزيما اصبح مش مؤثر في ريال مدريد، ان بيلينجهام ادى الدور احسن بكتير مما كان الواحد يتخيل. بيلينجهام صفقه كويسه جدا، مبروك على كل جماهير ريال مدريد ان هم جالهم لاعب بحجم بيلينجهام عنده المقدره ان هو يسجل الاهداف، وشفنا ان هو سجل هدف التقدم بعد ما كانوا متعادل 1-1 ريال مدريد مع جيرونا. ولكن هنا توني كروز، واللي انا عايز اتكلم عليه بالتحديد، ان توني كروز واحد من مايسترو نص الملعب، وبيعرف يتصرف الكره في رجله وبيقرا الملعب كويس جدا، وبيعرف يرمي اسيستات كويسه جدا تشكل خطوره خلف المدافعين، كذلك عنده الباص حلو جدا، ونادرا توني كروز ما يكون عنده حاجه اسمها ميس باص، تلاقيها دايما عنده في الماتش كله في 90 دقيقه ميس باص واحده او اثنين، لانه هو مستلم فاتح عينيه للملعب كويس جدا وقافل صوته في الملعب، محدش من المدافعين او لاعيب خط وسط يقدر ان هو يضغط في ظهره وياخد منه الكوره، كذلك لو كان في حتى لاعب جناح يشوف ان لاعب وسط الملعب بيستلم فاتح صوته بينزل ان هو يشكل عليه الضغط وممكن يعمل له مشاكل وقت عمل له الكوره، ده ما بيتوفرش عند توني كروز. توني كروز جيد جدا 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 في تمركزه وهو بيستلم الكوره، زائد ان هو عنده رؤيه بيلمحك بطريقه ما، وبيبقى عارف ان المنطقه اللي بيستلم فيها الكوره متامنه تماما وان ظهره متامن، عشان كده بتكون بساطه بالسنتي بساطه كويسه جدا واهدافه جميله قوي. شفنا طبعا امبارح سجل هدف، وده مش غريب على توني كروز، بيسجل اهداف كويسه جدا في وسط الملعب. يعني اللاعب اللي ممكن تقول ان ريال مدريد يخسره توني كروز ومودريتش برضه، ولكن كريم بنزيما بيلينجهام هينسي الجمهور القلق والمشاكل اللي كان الجمهور متخوف منها لما انتقل كريم بنزيما لاتحاد جده في انتقال مباشر حر ومفاجئ على مستوى كره القدم بشكل عام، وعلى مستوى الاعلام، وعلى مستوى فكر كريم بنزيما نفسه ان هو بيخوض تجربه جديده
ما تعودش. طالع منين؟ ده طالع من ريال مدريد على اتحاد جدة، دي صفقة مش بالأمر السهل، ولا إنك أنت تقدر تاخد فيها قرار سهل. أنت مش راح ساب ريال مدريد وراح لعب في نادي موسم ولا موسمين وبعدين طلع على اتحاد جدة، أنت طالع رأسا من ريال مدريد، ودي الحاجة اللي بتحسب لاتحاد جدة، إن هو قدر يقنع مجلس إدارة ريال مدريد وفلورنتينو بيريز بالتحديد، ويقدر يقنع كريم بنزيما في المكان بتاعه ده في ريال مدريد إن هو يجيبه لاتحاد جدة هنا في السعودية ويشارك مع دوري الأوشن. ده بصراحة حاجة كويسة جدا لإدارة اتحاد جدة إن هي تقدر تعمل حاجة زي كده. كل التوفيق لكريم بنزيما، كل التوفيق لإدارة اتحاد جدة بصراحة. ده اللي احنا نتعود عليه الفترة اللي جاية، وهنشوف دوري حلو جدا هنا في السعودية، هنشوف معانا كريم بنزيما، واللي كان بيلعب امبارح وأدى بشكل كويس جدا، ولكن عنده مشاكل من ناحية الجو ومن ناحية يعني الأتموسفير نفسه بتاعت المباراة، كان فيها مشاكل، فيها عرق كتير وفي ضباب كتير، وفي بصراحة أنا كنت بشوف اللعيبة امبارح كانت تعبانة من الجو، من شدة الحرارة ومن الرطوبة. كل التوفيق لكريم بنزيما، كل التوفيق للاتحاد كده.